كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. مجموعة أخبار سلبية ومجموعة أخبار إيجابية أثرت على البيتكوين وعملة نوع من الصعود والنزول من منطقة 33,000 ل 34,000. ما عم نشوف اختراق واضح لمنطقة 34,000 دولار. خلينا ننتقل أصدقاء للأخبار يلي صارت على البيتكوين. قبل ما ننتقل للأخبار خليني بس خبركم توقعي. أنا توقعي إذا ما قدرنا نكسر منطقة 34,700، ركز على المنطقة هاي، منطقة مهمة جدا، لأنه إذا البيتكوين قدر يكسر 34,700 صرنا إحنا بمنطقة الأمان. بتقدر تقول حاليا إحنا بمنطقة الخطر، معرضين بأي لحظة ننزل لمنطقة 31,000. لكن التيار بشكل عام، تيار البيتكوين تيار صعودي، لا تفكر أبدا أنه نرجع لمناطق 28,000. أنا بستبعده، لكن الله أعلم شو بتخبينا الأيام. خلينا ننتقل أصدقاء لموقع Investing. في خبر هون عم بيقول بيتكوين يهبط بمقدار 1400 دولار بعد تعطل بورصة كوين بيز. طبعا بورصة كوين بيز بورصة مشهورة بأمريكا، تعطلت لدقائق فقط. أعلنت منصة كوين بيز أنه تم تعطيل واجهة برمجة التطبيقات وموقع الإلكتروني بشكل كامل من ساعة 1:47 مساء، تمام؟ وفقا للرسم البياني اليومي لسعر البيتكوين على كوين 360، بدأ سعر البيتكوين والقيمة السوقية في الانخفاض حوالي الساعة 1:25 دقيقة قبل الدقائق فقط من إعلان كوين بيز الأول. منصة كبيرة لها ثقل، أكيد تعطل أو خطأ فني في المنصة رح يؤدي لهبوط السعر بكل تأكيد. خلينا ننتقل على الخبر بعده أصدقاء. الخبر اللي بعده، البيتكوين تتعرض لأكبر عملية احتيال في التاريخ، احترس السجاد الناعم. عملية الاحتيال هاي صارت لحد الآن، طبعا ما تأكدت انه عملية احتيال، لكن انفقد ما يقارب 3.6 مليار من منصة استثمار جنوب افريقيا، يعني 69,000 حبة بيتكوين انفقدت. هل هي عملية احتيال؟ لسه المحكمة ما حددت انه هي عملية احتيال ولا لا. الخبر اللي بعده أصدقاء، البيتكوين يدرج في بورصة دولة خليجية لأول مرة بالشرق الأوسط بدول الخليج. شركة 3iQ شركة كبيرة كندية، رأس مالها ممكن يوصل ل2.5 مليار دولار كندي. أعلنت اليوم عن إدراج الرسمي لصندوق البيتكوين QBTC التابع لها في بورصة ناسداك في دبي. طبعا بورصة ناسداك بورصة عالمية بدبي تجذب كبار المستثمرين والمتداولين فيها، نوع من التنوع. وإدراج البيتكوين على هالبورصة هاي بيعطي قوة للعملات الرقمية وبيعطي قوة لبورصة دبي. العملات الرقمية أمر مفروض على الدول أنه تتعايش معه بغض النظر عن دول حاربته، دول منعته، دول منعت التعدين مثل الصين، لكن هو أمر واقع. صدقني مسألة وقت، مسألة مصالح، كل الأشخاص اللي عم بيحاربوا البيتكوين حاليا بالأيام رح يتعاملوا معه، لأنه هو المستقبل. العملات الورقية قريبا ما رح تشوفها، أنا متأكد أنه قريبا البيتكوين والعملات الرقمية رح تحل مكان العملات الورقية. يعني أنت لما بتدخل عمول ولا بتدخل على أي مركز، تمام، البيتكوين والعملات الرقمية رح تحل محلها بالدفع. وشفنا كتير متاجر عالمية عم تدرج وسيلة الدفع عملات رقمية أو بيتكوين. مسألة صعود البيتكوين أصدقائي مسألة وقت بس، يلي عم نشوفه تصحيح وإن شاء الله يعدي على خير. هيك وصلنا نهاية الفيديو أصدقاء، بتمنى ينال إعجابكم وإلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.